من الآن وحتى الانتخابات باستثناء أن يحصل أمر كبير وكبير جدا، صعب على أي حزب أن يخرج من الطاولة السداسية أو أن يعلن انفضاضه عنه، لأنه هذا يعني له تبعات سياسية كبيرة، تبعات أقصد يعني انتخابية مصلحية. نعم. الحزب الجيد رئيس الحزب مارال أكشنر، أنا أعتقد أنه الدافع الأكبر الذي أعادها للطاولة السداسية بهذه الطريقة هي أنها رأت أنها خسرت استطلاعات الرأي داخل الحزب، الاعتراضات وما إلى ذلك، وبالتالي صعب على أي حزب من الآن أن يخرج ويقول أنا خارج الطاولة السداسية حصل كذا وحصل كذا بعد كل هذا الحوار وكل هذه التوقيعات والبروتوكولات. لكن مثلا شيء متعلق بالشعوب الديمقراطي قد يكون ذريعة للحزب الجيد لأن يفجر أمام مرة أخرى وسيقول مرة أخرى انظروا أنا نعم. هذا خروج عن الاتفاق. أما ما دون ذلك أنا صعب أعتقد أنه يعني يخرج، لكن ممكن وهذا الأغلب الاتجاهات التصويتية في الانتخابات أن تختلف. يعني الآن الحزب الجيد ما زال ضمن الطاولة السداسية، كم نسبة من الحزب الجيد ستذهب أصواتها لكليتشداروغلو؟ هذا أمر أعتقد أنه في علم الغيب حاليا. أعتقد أنه سيكون هناك ردة فعل من جزء منهم على أقل تقدير. طبعا في جزء يعني لديه ردة فعل على تصرف ميرال أكشنار وأنها أساءت التصرف في البلبلة التي يعني تسببت بها للطاولة السداسية، وبالتالي وفق استطلاعات رأي أستأنس بها ولا أثق بها مرة رابعة وخامسة، تراجع حضور الحزب الجيد لصالح مثلا الحزب الإنجا الحزب البلد نعم. وغيرها من الأحزاب. بشكل مماثل من بقوا ما زالوا مع الحزب الجيد سيعتبرون أن الحزب الجيد أنا آسف بين مزوجين، أهين في طريقة إعادة أكشنار لهذه الطريقة وبالضغط عليها وبعدم حتى تحقيق شروطها وما إلى ذلك بالتحايل مرة أخرى على الأمر. أعتقد أن هؤلاء سيكون لهم تصويت عقابي في الانتخابات، وبالتالي الأمر غير محسوم لكليتشداروغلو. أقول لك أكثر من ذلك، إصرار محرم إنجا على الترشح يعني أنه هناك علامات استفهام على نتائج يعني. فأنا كنت أريد أن أقف عند محرم إنجا لكن بعد فاصل قصير.